اسلام الراجل فيتوريا غير مكان صلاح وده بشكل واضح، فاستفدنا من ده هجوميا بشكل كبير جدا. في المقابل بقى عندنا مشاكل دفاعيه في تغيير طريقه اللعب. شفت؟ بص انا مبدئيا كده زي ما اتكلمنا في نقطه التحول بين الاجيال نفسها، هنقول ان احنا ازاي بنختار الوينجات بتوعنا، او حصل الاختيار للوينجات بتوعنا. الوينجات بتوعنا زمان كنا دايما بنعتمد على الوينجات المهاريه، تمام، وكنا بنشوف دايما منتخب مصر فيه القصه دي. انما انت لما بدات تتحول ان انت تلعب زون وتبدا تلعب على التحولات، فانت في التحولات دي بتبقى محتاج دايما وينجات عندهم سرعه اكتر ويقدروا يروحوا الجون بشكل سريع. دايما الوينجات المهاريه ممكن لحد ما ممكن يعطل اللعب بشكل كبير جدا. ولو رجعنا بالزمن شويه، مصطفى فتحي في الهاي تيمبو بتاعه ورمضان صبحي وكهربا برضه في الهاي تيمبو بتاعهم، هم في اعلى المستويات بتاعتهم، ما كانوش بياخدوا نفس الوقت اللي بياخدوا تريزيجيه وصلاح وبعد كده مرموش. صحيح. ليه؟ لان انت بتلعب وانت بتلعب على التحولات محتاج السرعه اكتر من المهاره، لان المهاره ممكن تديك تعطلك اجزاء من الثانيه وتدي الخصم فرصه ان هو يبدا يرجع منظم تاني. فيتوريا بقى عمل عكس، هو جه خلاص الناس دي اللي موجوده دلوقتي وهي دي ده الموجود في مصر، هو البروفايل الموجود تحت ايده واحسن بروفايل. بدا الراجل يبدا يلعب على تغيير المراكز بتاع الناس ويبدا يحصل لمركزيه في الحركات بينهم. يعني مثلا النهارده شفنا كتير جدا مصطفى محمد بيمين ناحيه اليمين وتريزيجيه جاي واخد واخد السبيس او المساحه اللي مصطفى بيسيبها له في قلب الملعب، زي ما حصل في الجون الاولاني وبرده حصل في الجون الثاني. شفنا صلاح بينزل قلب الملعب، وبالمناسبه صلاح السنه دي مش اول مره يعملها بس مع منتخب مصر، كان اول مره يعملها في ماتش نيوكاسل بعد طرد فان دايك. صلاح دخل فعلا اللعب لقلب الملعب وكان بصراحه مبهر بالنسبه لي انه يلعب بدور الملعب، وهو مش بيعمل كده كتير. كميه قرارات كانت صحيحه بشكل مش طبيعي، واعتقد دي كانت ملهمه لفيتوريا انه يبدا يستخدمه في المكان ده اكتر. وزي ما قلت صلاح من اللعيبه اللي هي السريعه، لو انت حطيته في الاوتسايد خالص مع الزحمه ومع الكثافه العدديه مش هتستفاد منه، خاصه ان كل الفرق بتبقى نازله مركزه معاه. اعتقد ان هو الحركيه دي سببها وجود حد زي زيزو في قلب الملعب. صح. مع احترامي لو وجود حمدي فتحي ومحمود حماده مثلا وطارق حامد او مروان عطيه او النني او اي حد، الثلاثه نفس البروفايل ما يعرفوش يتحركوا، ما يعرفش يقوم بدور الوينج الا حمدي فتحي. حمدي فتحي عنده الميزه اللي هو بيقدر يتحرك بشكل عمودي اكتر، وانا بعتبر حمدي فتحي في الجزئيه دي لعيب الوان شوت. يعني ايه الوان شوت؟ اللي هو مش هياخد الكوره خلص في لمستين وثلاثه، لا هو هياخد الكوره يخلصها في لمسه جون، يا اما غير كده مش هيقدر يتعامل غير كده. دفاعيا احنا اتاثرنا ان احنا كنا بنضغط بشكل عرضي، كنا بنضغط الملعب كله بثلاث خطوط 4-2-4. ده كان عمل جاب كبير جدا بين الخطوط والترحيل. احنا عندنا الرباع الدفاع والاثنين بتوع نص الملعب كانوا اثنين واقفين على نفس الخط، محدش بيعمل العمق ولا المسانده ورا الاطراف، فبالتالي احنا كنا شفنا السهوله جدا في الاختراقات. والدكتور خليفه قال حاجه مهمه جدا، ان علي جبر ومحمد هاني هم نفس البروفايل في الضغط، مفيش حد فيهم قاطع كور بشكل قوي، هم الاثنين بيعتمدوا على التحليل وبيحاول يقفل الزاويه بس، ونفس القصه معاهم النني. فبالتالي انت كنت محتاج تنوع شويه. لما حصل كده اما جاب حمدي فتحي وراجل بيقطع كور اكتر، عنيف شويه في التدخلات او تدخلاته اقوى بشكل فبشكل اكبر عنيف شويه، عنيف بشكل جيد بشكل جيد، مش عنيف اللي هو بيضرب لا. فبالتالي انت قدرت تسد المنطقه دي. أيوة. بس فانا اعتقد ان نفس القصه هتبدا تتكرر لو احنا ما صلحناش. انا اعتقد هيصلح، اعتقد هيصلح. هو فيتوريا من المدربين اللي بيعرف يصلح بالزبط. بشكل جيد وحلو جدا، وعدم رضاه عن الماتش على فكره في تصريحاته. أيوة. ده دليل ان هو واخد باله يعني. وحلو انك تصلح وانت كسبان مليون المليون. انا مضغوط اقول توقعي، هو التوقعي ان هو في لو لعب بالطريقه دي. صح. مش هيقابل من فوق. صح. هنلعب ميد بلوك اعتقد اغلب الوقت هيعمل كده.